اليوم ان شاء الله راح نتكلموا عن دونوش لوفيل اللي هو الفعل الانعكاسي او فعل المطاوعة، واللي عنده نفس اللواحق اللي استخدمناها في الفعل المبني المجهول، واللي راح يظهر الفيديو الخاص به الان اعلى في الشاشة، وراح نخليكم الرابط الخاص به ايضا في صندوق الوصف. وبما انه الفعل الانعكاسي والفعل المبني المجهول عندهم نفس اللاحقة، فراح نشوف الفرق ما بينهما. يعني كيف أعرف الفعل الموجود في الجملة إذا هو فعل إنعكاسي أم فعل مبني للمجهول؟ مرحبا arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gördüğünüz gibi bugünkü dersimiz dönüşlü fiil olacak. أول شيء لازم نعرفه هو ما هو فعل الإنعكاس. فعل الإنعكاس هو فعل يعود تأثيره على الفاعل بشكل مباشر، بحيث يكون الفاعل هو نفس المفعول به، وهذا الشيء راح يتوضح من بعد لما نشوف الأمثلة اللي تكون على شكل جمل. لحظة فقط، خلونا نشوف أحسن تعليق لهذه المرة، ونشوفوا أيضا أحسن تعليق للمرة الماضية اللي كنت نسيته ما وضحتوش في الفيديو السابق. فشكرا جزيلا على تعليقاتكم الرائعة. إذا راح نشرح طريقة تركيب الأفعال مع هذه اللواحق بشكل سريع للتذكير فقط، وحتى أيضا الناس الجدد اللي ما شافوش الفيديو الخاص بالفعل المبني المجهول يكونوا أخذوا فكرة. بالنسبة للواحق اللي راح نستخدمها، عندي حرف ن، وأيضا حرف ن مسبوق بحرف صوتي رباعي، فيكون عندي الأشكال التالية إن، إين، أون، إن. وعندي أيضا اللاحقة لي مسبوقة بحرف صوتي رباعي، فيكون عندي الأشكال التالية إل، إيل، أول، أول. إحنا راح نبدأ مع أول شكل واللي هو حرف ن. الحالة اللي نستخدم فيها حرف ن واللي هي لما يكون عندي جذر الفعل انتهى بحرف صوتي، فهنا مباشرة نوضع حرف ن. وبالنسبة لهذا اللاحقة اللي هي حرف ن ويسبقها حرف صوتي رباعي، فهنا هذه الحالة نستخدمها لما يكون عندي جذر الفعل انتهى بحرف ل. أما بالنسبة لآخر حالة واللي هي حرف ل مسبوق بحرف صوتي رباعي، فهنا نستخدم هذه اللاحقة لما يكون عندي جذر الفعل منتهي بأي حرف ساكن ما عدا حرف ل. طيب، مراجعة سريعة فقط ونشوف الأمثلة. عندي بالنسبة لحرف الن نوضعه لما يكون عندي جذر الفعل منتهي بحرف صوتي، وبالنسبة لحرف الن ومسبوق بحرف صوتي رباعي نستخدمه لما يكون عندي جذر الفعل منتهي بحرف ل. أما بالنسبة للحالة الثالثة اللي يكون عندي فيها حرف ل ومسبوق بحرف صوتي رباعي، فنستخدمها لما يكون عندي جذر الفعل منتهي بحرف ساكن ما عدا حرف ل. طيب، نأخذ مثال بالنسبة لحرف ن. عندي مثلا هزر لمك. طبيعة الحال احنا نأخذ فقط جذر الفعل، إذن فهنا جذر الفعل انتهى بحرف صوتي واللي هو آ، فهنا مباشرة نوضع حرف ن. وبعد ما وضعنا حرف ن راح نوضع لاحقة الزمن، سواء كان حاضر، ماضي، مستقبل إلى آخره. مثلا نوضع لاحقة الزمن الماضي اللي هي د، تصبح هازرلاند، هازرلاند، تجهز. طيب، نأخذ مثال عن هذه الحالة. عندي جذر الفعل بول من مصدر بولماك، هذا جذر الفعل انتهى بحرف ل، اذا راح نضيف اللاحقة اما ان، ان، اون، او ان، وراح نختار واحدة منهم على حسب قاعدة التوافق الصوتي الرباعي. فهنا عندي جذر الفعل في حرف صوتي او، انتهى بحرف صوتي او اللي هو الحرف الصوتي الوحيد، فبطبيعة الحال راح نوضع اون. هنا بعد ما ضفت اللاحقة اون
ضفت أيضا لاحقة الزمن المستقبل لتصبح بولونا جاك. بولونا جاك يعني راح ينوجد. أما بالنسبة للاحقة الأخيرة فرح نأخذ الفعل كرماك اللي راح نأخذ منه فقط جذر الفعل كر. بما أنه هذا جذر الفعل انتهى بحرف ساكن وليس حرف لي، قلنا يكون عندي جذر الفعل ينتهي بحرف ساكن لكن هذاك الحرف ما يكونش حرف لي. في هذه الحالة نستخدم اللاحقة إل، إيل، أول أو إل. فما هو الشكل المناسب هنا؟ عندي كر، عندي حرف صوتي إ، فمباشرة راح نوضع إل. إذن هنا بعد ما ضفت اللاحقة إل ضفت أيضا لاحقة الزمن الحاضر اللي هي يور. هنا بما أنه هذا بعد لاحقة لا يوجد حرف صوتي رباعي فهنا اضطريت الوضع حرف صوتي رباعي، وهذه القاعدة معروفة يعني هي أسهل شيء. فإذا تصبح كريليو، كريليو يعني يكسر. الآن بعد ما عرفنا طريقة تركيب الفعل راح نشوفه أمثلة على شكل جمل. عندي الجملة التالية سنف كزندين ديونجا تشوك سيفيندم. Sınavı kazandığımı duyunca çok sevindim. O manaha ferihtu cidden عندما سمعت أنني قد اجتزت الامتحان. طيب أين هو فعل الانعكاس في هذه الجملة؟ هو sevindim. Sevindim يعني فرحت أو سعدت. وهذا الفعل وضعته متعمدة لأنه مثل ما ترون القاعدة اللي تكلمنا عليها في بداية الفيديو لم نطبقها على هذا الفعل. فلو طبقناها كنا وضعنا هنا حرف لي وسبقه حرف صوتي رباعي ليصبح سيفيلدم، لكن هذا خاطئ. الصحيح هو سيفيندم. إذن هناك حالات شاذة اللي ما قدرش نستخدم فيها أو نطبق عليها القاعدة اللي كنت تكلمت عليها في بداية الفيديو، وهذه الحالات هي قليلة جدا. فهنا كيف نعرف أنه هو فعل إنعكاس؟ هنا عندي الفاعل. الفاعل هو كائن حي. من هو الفاعل في هذه الجملة؟ هو أنا. من أين عرفت أنه أنا؟ لأنه عندي هنا لاحقة الضمير بان، قلت كزندم يعني بأنني نجحت. فهنا الفعل يعود على الفاعل، وفي نفس الوقت من هو الذي نجح؟ هو أنا. يعني عندي الفاعل والفعل والمفعول به شخص واحد واللي هو أنا. مثال آخر annem bu habere çok sevinecek. Annem bu habere çok sevinecek. ستفرح أمي كثيرا بهذا الخبر. إذن هنا استخدمنا نفس الفعل اللي هو من مصدر سيفمك، فعندي نفس اللاحقة اللي هي حرف ني ويسبقه حرف صوتي رباعي، لكن هنا في هذه الجملة استخدمناها مع الزمن المستقبل، وفي الجملة السابقة استخدمناها مع الزمن الماضي. طيب هنا كيم سيفينجيك، من سيفرح أو من ستفرح؟ أنيم. أنيم هي من ستفرح، لهذا هو فعل إنعكاس. إذن بدون إطالة خلونا نعرف الفرق ما بين فعل الإنعكاس والفعل المبني للمجهول. هنا عندي الجملة الأولى أدام يكاندي، أدام يكاندي، والجملة الثانية أرابا يكاندي، أرابا يكاندي. إذن هنا عندي نفس الفعل اللي هو من مصدر يكامك ومعناه الغسل، وعندي نفس اللاحقة اللي استخدمتها واللي هي حرف ني، وعندي نفس الزمن
اللي هو الزمن الماضي، لكن الشيء اللي يختلف هو الاسم. في الجملة الأولى عندي أدام، وفي الجملة الثانية عندي أربا. إذن فهنا كيف أفرق ما هو الفعل اللي موجود في هاتين الجملتين، أيهما فعل إنعكاسي وأيهما فعل مبني للمجهول. في هذا الحالة ما نعتمدش على اللاحقة اللي هي هذه حرف ن، بل نعتمد على معنى الجملة. والجملة اللي يكون فيها فعل الإنعكاس لازم يكون فيها فاعل ويكون كائن حي. وإذا لقينا جملة ما فيهاش فاعل فمباشرة نعرف أنه فعل مبني للمجهول. باكي، في هذا الجملة عندي أدام يكاند، من هو الفاعل؟ أدام، الرجل. إذن هو كائن حي، فهنا الفعل يعود على الفاعل، والفاعل هو اللي قام بفعل الغسل. ترجمتها اغتسل الرجل. بالنسبة لأربا يكاند، أربا هل هي كائن حي؟ بطبيعة الحال لا، فالسيارة هي جماد، لهذا هنا مباشرة نعرف أنه هذا الفعل هو فعل مبني للمجهول. ترجمتها تصبح غسلت السيارة، يعني غسلت من طرف من؟ لا أعرف. هنا لا يوجد الفاعل، لهذا سمي فعل مبني للمجهول. إذن فالجملة الأولى أدام يكاند هي فعل إنعكاس، وأربا يكاند هي فعل مبني للمجهول.